احنا لسه يا فارس بنتكلم عن وقع ايقاف الكابتن زيزو. قلنا النادي الاهلي قبل اتحاد الكره ما يصدر القرار منه صدر من النادي الاهلي التزام برغم الظلم الواقع على النادي الاهلي. فالبعض دايما للاسف انا بعذرهم لان ما جربوش ان هم يتعاملوا مع النادي الاهلي، ما جربوش ان هم ينتموا للنادي الاهلي، وده طبيعي جدا، فمش عارفين يعني ايه مبادئ النادي الاهلي. لكن الوقائع كثيره جدا. لكن فكره كمان ان انت تقول ان انت عايز تلعب مباراه، عندنا رئيس اتحاد السله كان واضح جدا وقال ان المباراه تم تاجيلها لمده ساعه ونص، بنحاول نخرج اللاعبين ونخرج الجماهير. البعض قال ان الجماهير رجعت تاني، والبعض قال لا ما رجعتش. عندنا تصريحات واضحه جدا لرئيس اتحاد السله قالها بوضوح فيما يخص الجماهير، وقال ما تحاولوش تختزلوا القصه في موضوع شيكابالا او موضوع اي لاعب تاني، لان كان في جماهير اخرى موجوده في الصاله وكانت رافضه تدخل. كلام رئيس الاتحاد ده اللي اكده اكتر من مره وقال ان احنا قعدنا 90 دقيقه منتظرين اخلاء الصاله، اكده اساسا عمر هشام لاعب فريق السله بنادي الزمالك اللي كان له وقعه شهيره قبل كده من موسمين وتوقف بسببها او تغرم كفاله 2500 جنيه بسبب كوره صلاح امين حسين صلاح امين لا اتوقف وخد غرامه 2500 جنيه. فتعالوا نسمع عمر هشام قال ايه ونرجع نعقب، عشان الواقعه كانت مع ايهاب امين، لكن نرجع نشوف عمر هشام ونرجع نعقب. سخنا وخلاص الماتش المفروض هيبتدي، فكان موجود اوريدي اهالي اللعيبه وبعض نجوم من كره القدم شيكابالا واوباما وحازم امام وكذا حد تاني، وكان دول بس الموجودين في الصاله. بعديها بدقيقتين لقينا حوالي 30 او 40 واحد من جمهور الزمالك دخل، بس فعلا دخلوا لمده 5 دقايق بالظبط. اول ما عرفوا ان الماتش يا جماعه كده او احنا هنتاذي بسبب الموضوع ده راحوا طلعوا تاني بسرعه جدا. ماشي. فدلوقتي خلاص احنا خلينا المدرج من الجمهور موجود دلوقتي اهالي اللعيبه ونجوم الفريق، ولو في شويه مثلا لاعبين ناشئين او كده مش اكتر من كده. تمام. نفاجئ بقرار ان لا لازم الصاله تكون فاضيه خالص عشان الماتش يبتدي او الماتش يتلعب. دي تصريحات عمر هشام بيتكلم عن اسر اللاعبين موجوده في الصاله، واتكلم عن فكره ان هم لما نزلوا التدريب الجماهير دخلت، هو قال الامانه خرجت، لا هي موجوده في الممر، واعتقد ده تصريح واضح جدا. لما نرجع للائحه اللي كمان رئيس اتحاد السله قال يا جماعه لغايه مباراه الزمالك وسموحه كان شيء، وما بعد مباراه الزمالك وسموحه اصبح شيء اخر بسبب تعدي جماهير نادي الزمالك على فريق سموحه. عمر هشام باكد خد غرامه 2500 جنيه مع ايهاب امين او في واقعه ايهاب امين لما حصل مشاده في صاله النادي الاهلي، لان الاعداد بيراجعني انا براهن الاعداد على الهواء. لا احنا المفروض نقف في صفه، لان هو انتصر للوضع اللي حصل بكل شفافيه بشكل ما عملوش المتحدث الاعلامي اللي المفروض يرصد الواقع. وزي ما قلنا رئيس الاتحاد كلامه يجب اي حد، لانه هو كان بيتكلم عن وقائع في محاوله اخراج الجمهور اللي لم يخرج حتى الدقائق الاخيره. وعلى فكره اسامه في فيديو منتشر وحقيقي يخص جمهور الزمالك قبل المباراه ما ينفعش نعرضه، ولكن لو اتعرض اي حد هيفهم ان اقامه المباراه في الاجواء دي كان شيء مستحيل. وحسنا فعل الامن وحسنا فعل مراقب المباراه ان هم رفضوا ان المباراه تلعب بالشكل اللي كان حاصل ده. ولكن لما بنيجي نشوف البعض بيتناول القصه ازاي، ففي الاستاذ طارق جبريل كان مسؤول في جهاز كره اليد الخاص بنادي الزمالك قبل كده، وهو قاعد في لحظه من لحظات المصارحه مع الذات حكى عن واقعه طرفها نادي الزمالك. عشان نشوف استاذ عمرو الدرديري اللي كان بيقول النادي الاهلي هو اللي رفض يلعب، هو اللي خاف يلعب، هو اللي انسحب. تعال نشوف الواقعه التاريخيه دي فيما يخص فريق اليد الزمالك ايه اللي حصل فيه ومين اللي قال له ينسحب وكان ايه الوضع، ونرجع نعقب. فانت النهارده نازل ملعب في جمهور، الجمهور ده قليل ان شاء الله 10 خرجوا بره خلاص. طيب وسمعت ان لا اللي ما رضاش شيكابالا وبتاع كابتن شيكابالا وما قعدش مع حد معاه وحماد عبد اللطيف هشام ياكل خمسه كده مشهوره فجم وما رضوش يطلعوا او قالوا لهم ما تطلعوش. في ناس من النادي من ده اللي سمعته نفسهم قال لهم عيب، ده اللي سمعته نجوم الكوره يعني خلاص. انا اسف كابتن شيكابالا بص راسه معلش خاطري عشان نكمل الماتش لو سمحت. عادي جدا، انا عملتها مع مرتضى منصور وعزم مجاهد وانا كنت رئيس جهاز. كان ساعتها في جمهور بقى. انا رحت لعزمي فبقول له يا كابتن عزمي
يا كابتن عزمي في ايه؟ اطلع اطلع بره الملعب. وكان هو بعيد مكس اداره وانا كنت رئيس جهاز. يا كابتن عزمي اكبر مني مثلا ب 10 سنين. تمام. اطلع بره الملعب. فقال لي بس طيب بيقول لي بوظ الماتش. والله زي ما بقول لك كده بالظبط. جوه الملعب. وقاعد بيتخانق مع الحكم. عشان يكمل بقى الدنيا عشان الحكم بقى يلغي المباراه. وعرفت تتخرج. طب تلغي المباراه ليه؟ احنا مغلوبين. شايف احنا مغلوبين. يا كابتن عزمي انت يا كابتن عزمي وخدته زقيته. وطلعته بره. من سخريه القدر ان البعض يعقب ان المسؤولين في النادي الاهلي اللي كانوا موجودين داخل الصاله اتكلموا في فكره وحق مشروع ان المباراه ما تلعبش واحنا في جمهور في الملعب. ده حد بيتكلم في لائحه وقانون، ولكن لما تخرج شهاده تاريخيه، يعني انا بعتبر الحاجات دي جميله كده زي اللي كان بيقولها كابتن فاروق جعفر، ان مسؤول النادي قال لهم بوظوا الماتش وخلوا الحكم يلغي الماتش. اعتقد يا استاذ عمرو محتاج تشوف مين اللي فعلا ما كانش عايز يلعب، ومين اللي ما كانش عايز يواجه، ومين اللي ما كانش عايز المباراه تستكمل. لحظات الصراحه بتبقى جميله.